السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الجدار المشترك، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نشوفو تمارين في الدرس ديال توازن الجسم الصلب الخاضع لثلاث قوى، كيليبر دان كور سوليد سومي اترو فورس نون باراليل. وكيف ما تشوفو معنا في هذا الشكل، هذا في هذه الصورة، هذه فيها ثلاثة أربعة ديال الأشكال، هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، دونك كل واحد فيه التمرين ديالو. وغادي نحاولو نبداو بالتصحيح ديال التمرين الأول، ولكن قبل ما نبداو كيف العادة ما تنساوش تخليونا دي لايك وبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل إن كان هذا ممكنا. إذا غادي نبداو التمرين الأول، نكونسيديغ أن سوليد دو ماس إم ميغالا 200 غرام. غادي تقراو هاد المعطيات، غادي تاخدو هاد الكتلة هادي فيها 200 غرام ديال هاد الجسم هذا، وهاد الزاوية ألفا فيها 30 درجة، وهاد كا لا كونستون دو غيدور ديال النابض ديال هاد النابض فيها 40 نيوتن على المتر، و جي هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. سولول فيغ لو بيلون دي فورس كي سيكزيرس سيغ لو سوليد. غادي نمشيو نيشان لا كوريكسيون، فيغ لو بيلون دي فورس كي سيكزيرس سيغ لو سوليد اي لي روبريزونتي سون ايشيل، يعني غادي نجردو القوى وغادي نبدلوها بلا ما نستعملو السلم. اذا بالنسبة للشكل غنمشيو للشكل هنايا، كاين القوة اللي مطبقة من طرف النابض نسميوها تي، طونسيون ابليكي بار لو روسور. كاينه لا فورس دي بوا، يعني الوزن ديال الكره هي ولا هذا الجسم بصفه عامه. وكاينه القوه المطبقه من طرف الخيط، بما ان هذه سميناها تي هذه غنسميوها اف. الشكل يعني غير اختارينا وصافي، تقدر تسمي هذه تي وتسمي هذه اف، وهذه ديما راه كتبقى هي بي. فوالا، دونك هنايا غنقولوا لو سوليد اي سومي ا، يقدر تقول لو سوليد اي اون ايكيليبر سو، بحال بحال يعني لو سوليد يسومي ا، يخضع هذا الجسم الى هاد القوى اللي هما سميناهم، يعني تي تونسيون دي روسور، بي سون بوا، تي اف لا تونسيون دي فيل. هادشي اللي كاين في السؤال الاول. السؤال الثاني، انونسي لي دو كونديسيون ديكيليبر دان سوليد سومي ا تخوا فورس نون باراليل. هنا غادي نذكرو بالشروط ديال التوازن. غادي تمشيو للدرس غتلقاو في القرا الاولى عطيتكم هاد الشروط، نيشان كنكتبو واحد يعني بحال جمله كنكتبو لوكس كان كور سومي ا لاكسيون دو تخوا فورس نون باراليل اي اون ايكيليبر. الا كان واحد جسم خاضع يعني في توازن تحت تاثير ثلاث قوى، وهاد الثلاث قوى ما خصهمش يكونوا باراليل، باراليل هي متوازيه. شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا لي دروات داكسيون دو سي تخوا فورس كو بلانير سون كو بلانير اي كونكورونت، يعني خطوط التأثير ديال دوك ثلاثة د القوى خصهم يتلاقاو كيف ما شفتو في هنايا في الشكل. هاهوما، إلا رسمتي الخط التأثير ديال هادي ورسمتيها بالمسطرة، طولتيه وطولتيه هذا وطولتيه هذا، غادي تلقاهم تيتلاقاو في واحد النقطة. دونك سون كونكورونت هي كيتلاقاو، كو بلانيغ زعما كاينين في نفس المستوى. وكاين الشرط الثاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو لا سوم فيكتوريال دو سي تخوا فورس اي نول، يعني الا جمعنا هاد المتجه مع هادي مع هادي كيعطيونا واحد المتجه منعدمه. دونك هاد الجمله غنحفظوها ونتهناو. غادي نمشيو للسؤال الثالث، تروفي لانتونسيتي اف دو لا فورس ابليكي بار لو فيل سور لو سوليد اون كونستريزون لا لين بوليغونال دو سي فورس، يعني غادي نجبدو هاد القوه هادي شحال الشده ديالها، وخصنا نرسمو قال لك هنا لا لين بوليغونال، يعني حدو لينا شنو غنديرو. دونك خصنا نرسمو الخط المضلعي. الى بغينا نرسمو الخط المضلعي دائما دائما ونادرا باش نلقاو شي حاله من غير هادي، اننا خصنا نرسمو بي هي الاولى دائما، حيت بي كيعطيونا الكتله ديال الجسم وكيعطيونا جي، وكتكون بي ديما نحو الاسفل بهذا الشكل، كتكون عموديه. دونك غالب الحالات راه كنبداو بي دائما، يعني نادرا فين غتلقاو شي تمرين غتبداو بشي قوه اخرى من غير بي. دونك الا ما كانتش بي راه كنبداو بشي قوه اخرى، ولكن ملي كتكون بي راه كنبداو بها غالبا. دونك بي شناهي؟ بي هي ام جي. وبالنسبه للكتله ديال الجسم راه فيها 200 غرام، كاين في الاول ديال التمرين، وديك 200 غرام غادي نقسموها على 1000 غتعطينا هي 0.2. علاش قسمناها على 1000؟ حيت غنحولوها للكيلوغرام وغنضربوها في جي اللي هي 10 وغتساوي لنا 2 نيوتن. دابا ملي لقينا بي فيها 2 نيوتن غنختار واحد السلم، سلم تقدر تختار واحد سنتيمتر كيعطيك واحد نيوتن، وغادي ترسم جوج سنتيمتر. انا اختاريت واحد سنتيمتر كيمثل 0.5 نيوتن،
علاش؟ لان الا اختاريت واحد سنتيمتر كيمثل واحد نيوتن، غادي نرسم فيها غير جوج سنتيمتر حيت فيها جوج نيوتن، وجوج سنتيمتر كتجي صغيرة، دونك ما كتضيق على راسك في الخدمة. دونك من الاحسن ناخد واحد سلم اللي هو بحال ما بقي واحد سنتيمتر كيمثل 0.5 نيوتن، باش تجيني هادي ندير فيها جوج نيوتن غتجيني 4 ديال السنتيمتر. كيفاش كندير؟ كنقسم هاد جوج نيوتن نقسم على هاد هادشي اللي كاين في السلم. دونك الا قسمتي جوج على 0.5 غادا تعطيك 4 سنتيمتر. دونك كناخد المسطرة ديالي بكل بساطة، كنرسم 4 سنتيمتر فيغ لو با. علاش؟ لان بي كتكون توجور فيغ لو با، ديريجي فيغ لو سونتخ دو لا تير، و كندير فيها 4 سنتيمتر حيت على حساب السلم اللي خديت. فوالا، دونك ملي درت هاد العملية خصني نرسم اف اف ولا تي بحال اللي بغيتي، ولكن هاد اف ما عنديش الطول ديالها شحال، حيت ما عارفش الشدة اصلا هي اللي بغيت نجبد. واش الا رسمت هاد اف، اللي كنعرف هو ان اف كيف دايره مع بي متعامدين. باش غادي تعرف غادي دير التمديد، غادي دير تمديد بنقط متقطعه هنايا وغادي تلقى بلي متعامدين. اذا وباش نرسمو لا لين بوليغونال، ملي كنرسمو المتجه الاولى كنمشيو الراس ديالها وكنبداو المتجه الثانيه. دونك انا رسمت الاولى هي هادي، غادي يمشي الراس ديال هادي وغادي نبدا الاخرى. وعلاش ما نمشيش لليسر هكا نرسمها كل، حيت هنا في الشكل ماشيه لليمين، يعني ماشيه لليمين، دونك غادي تمشي لليمين، ولكن شحال فيها في الطول؟ الا بغيت نجي هنا ونرسم واحد المتجه شحال غندير فيها في الطول؟ حيت ما عارفهاش. دونك هي علاش كنقلب، وبالتالي غنرسم غير واحد مستقيم افقي، غير مستقيم كيف ما شفتو هنا، رسمت غير مستقيم صافي، هادشي اللي عندي حيت ما عارفش الطول ديالها. دونك وكنشوف عاوتاني هاد المتجه تي هادي مع بي شحال هي الزاوية بيناتهم. الزاوية منين غنجيبها؟ غنجيبها من هنا. هاد الزاوية هادي راه هي الزاوية اللي بيناتهم. علاش؟ لأن يمكن لك تاخد هاد المتجه بي غتاخدها كلها وتديها هنا، ماشي مشكل، حيت هي هكا دايرة أصلا، يعني نازلة بهاد الشكل. يعني تقدر تاخد هاد المتجه هادي تمشي دي تحطها هنايا، غير باش تخدم، غير باش تعرف شنو الزاوية بيناتهم، ماشي غادي تحطها هنا، ما يمكنش حيت ها هو فين كاين الجسم. ولكن باش تعرف، حيت غدير لي سقاط، غدير تا تيما، غدير لي سقاط بنقط متقطعة هنايا، غادي تمدد هاد التي هادي، وغادي تلقى هاد الزاوية اللي هي اللي بين بي و تي، وراه هي هادي. ولا انت شنو غدير؟ غتاخد هاد بي وديها هنا في هاد البلاصة، دونك غتلقى تي هي هادي وبي هي هادي، دونك الزاوية بيناتهم هي 30 درجة. وبالتالي غتمشي لهنا وغادي ترسم تي بحيث تكون 30 درجة، وغتاخد المنقلة ديالك. ها هي المنقلة، غادي نعبر 30 درجة، 30 درجة هي هادي، وغادي نرسم نيشان، غادي نرسم 30 درجة، وهاد النقطة هادي تماك فين غادي تحبس هاد اف هادي، مفهوم؟ اذا اول حاجة غادي نرسم 30 درجة هنا، ونرسم هاد المتجهة هادي حتى هي ما عرفش الطول ديالها، ولكن شكون اللي غيحكم عليا دابا؟ غتحكم عليا الزاوية. غادي غير نرسم 30 درجة ونرسم كيف ما بغات تكون في الطول. دونك نرسم حتى تتلقى ليا مع هادي صافي، ونحبس، وغادي نكمل داكشي اللي خاص لك تمود لها، حيت خصو يكون فيرمي. دابا هذا هو، هادي هي اف وهادي هي تي، وحنا شنو بغينا؟ بغينا نجبدو اف، يعني غناخد المسطرة ديالي، وتقدر تستعمل المبرهنة ديال فيتاغورس ولا سينيس ولا الكوسينس اللي بغيتي دير. المهم تاخد مسطرة وغتعبر هاد اف هادي، لقيت فيها 2.5، 2.5 سنتيمتر، دونك لا 2.3 ماشي 5، هيا 2.3، 2.3، دونك 2.3 سنتيمتر، وكل واحد سنتيمتر كيمثل 0.5 نيوتن، دونك غنضرب في 0.5، دونك هي 1.15 نيوتن. نقدروا نستعملوا تونجونت، نقدروا نستعملوا التونجونت ديال هاد الزاوية هادي، راه هي 30 درجة حيت كاينة في التمرين هاد الزاوية هادي، وهي 30 درجة. دونك غندير التونجونت ديال 30 كيساوي الضلع المقابل. شكون هو الضلع المقابل؟ هو اف، حيت التونجونت كتساوي الضلع المقابل على المحادي، شكون اللي مقابل مع هاد الزاوية هادي؟ اف. دونك غندير اف مقسوم على الضلع المحادي، حيت التونجونت كتساوي الضلع المقابل على المحادي، دونك المحادي هو بي، دونك اف على بي. الا بغينا نجبدو بي، عفوا اف، كنديرو هي بي فوا سين فوا طونجونت 30، تندير هادي في هادي، بي فوا طونجونت 30، و بي راه فيها جوج، هيا،
وطنجون 30 غديرها على حاسبة، دونك غدير واحد تلقى 1.15 نيوتن بحال بحال. السؤال الثالث ولا السؤال الرابع، ديتيرميني تي لا تونسيون دي غوسور ان ابليكون لو تيوريم دو بيتاغور. دونك هنا عطاوك غتستعمل فيثاغورس، اذا هنا غنستعملو فيثاغورس. فيثاغورس شنو كيقول؟ حنا كنشوفو هاد المتجهة هادي، إذا زدنا عليها هادي كتعطينا هادي تتمة. دونك إلا درتي هاد المتجهة زايد هادي السدان ديالهم، يعني هادي اللي سداهم يعني هي بوحدها كتساوي لنا المجموع ديال هادو. نتوما عارفين هادشي، كنزيد هاد المتجه نزيد عليها هادي كتعطينا هادي. دونك بي زايد اف كتعطينا تي متجهة. ولا بغينا نحيدو متجهات كنديرو هادي والاستثنان، هادي والاستثنان، هادي والاستثنان. ولا بغينا هاد تي غنديرو لها جذر مربع، كتبقى لنا تي ها هي، وندير جذر مربع ديال لهاد الجوج كاملين. دونك جذر مربع ديال بي اس 2 زائد اف اس 2. وبالنسبه للبي راه عندنا في التمرين هي جوج جوج، غندير لها جوج اس 2. وبالنسبه للاف، بالنسبه للاف هنا راه ديتيرمينا تي لا تونسيون دو دي غوسور، هادي اللي بغينا نجبدو دابا. و اف راه جبدناها في السؤال اللي قبل، دونك هي 1.15 وغندير ليها اس 2 حيت كاينه هنا اس 2. دونك الا درتي العمليه غادي تحسب هادشي، خرجت لي 2.3 نيوتن. هنا السؤال أربعة ولا خمسة، هداك هذا أربعة هذا غيكون خمسة. ديتيرميني تي نفس هذيك تي اللي لقينا، هذه لقينا فيها 2.3، قالك هنايا ديتيرميني تي بار ميثود اناليتيك. ملي كنقولو ميثود اناليتيك بمعنى الميثود ديال الاسقاطات. فوالا دونك غادي نديرو لا ميثود اناليتيك. لا ميثود اناليتيك دائما كنبداو بلا سوم دي فورس ايغال ا فيكتور نول، وعندنا هاد القوى هما هادو، كندير لا سوم ديالهم كيعطينا فيكتور نول. و كنختار واحد المعلم، انا اختاريته هنا حيت ديجا خدمت معكم في الدرس وريتكم كيفاش الطريقه. دونك كنختار واحد المعلم، دائما من الاحسن كنختاروا المعلم كيمشي مع وحده فيهم، ها هو اكس ها هو ايغريك. فوالا، والقوه اف هي هذه اللي بالكحل، والقوه ديال بي راه نازله لتحت، والقوه تي هي هذه. فوالا دونك هنا ما درتش لانيماسيون ولكن راه ديجا وريتكم كيفاش الطريقه. دونك اون في لا بروجيكسيون سيغ او ايغريك، هذا هو او، هنا كتكون او وهذا هو ايغريك. دونك ها هي تي، هذه هي تي. الا بغيت ندير لا بروجيكسيون تمشي الراس ديالها، وكندير الاسقاط العمودي. ملي كندير الاسقاط العمودي كنحصل على هاد الضلع هذا، يعني بحال الاسقاط، بحال شنو غنقولو، بحال خصك تدفع هاد الاف، هادي غادي تدفعها باش تلصقها مع هذا، ولكن ملي كتدفعها غتولي بحال ما هكا. دونك الاسقاط ديالها انت غتمشي الراس ديالها ودير الاسقاط العمودي. هاد النقطه هادي من هنا لهنا راه هو ديك المتجه تي، ولكن الاسقاط ديالها صافي مزيان. دونك هذا هو الاسقاط ديالها. وهنا هاد الزاويه هادي هي الفا، هاد الزاويه الفا باينه، وراه هادي هي الفا هادي. علاش؟ لان هذا متوازي مع هذا. دونك هاد الزاويه هادي راه هي هادي، وبالتالي هاد الاسقاط هذا اللي درت بخط تغليظ، هاد المتجه هادي، هاد الاف، هاد تي هادي، شنو كتمثل هاد الزاويه؟ كتمثل لي الضلع المحادي. ولا كان الضلع المحادي كنضرب هاد الوتر في كوت سينيس، ولا كان الضلع المقابل كنضرب الوتر في سينيس. دونك هادي كتمثل الضلع المحادي، وبالتالي غناخد الوتر، الوتر هو تي، تي بدون متجهة، المسافة زعما هاد الشدة هادي، ونضربها في كوت سينيس مزيان. وبحيث ان الاسقاط جاني في الفوق، يعني كون جا لتحت غندير الناقص، داكشي علاش درت هنا زائد. وبالنسبة لبي، هاد بي هادي الا بغيتي تسقطها على او ايكغيك، او ايكغيك ماشية الفوق و بي ماشية لتحت، وعندهم يعني لاصقين بعضياتهم. فقط غادي نحيدو هاد المتجه، ولكن خصني ندير ناقص حيت عندهم منحنى متعاكسان. وبالنسبه لاف، هاد اف هادي الا بغيتي دير لها الاسقاط، راه غدير الاسقاط وغتلقاها بلي متعامدين. بالنسبه لايكغيك هو هذا و اف متعامدين، وملي كتكون القوه متعامده مع واحد المحور فان الاسقاط ديال ديك القوه كيعطينا زيرو. دونك زيرو ما غنديروهاش، وهادشي كيساوي زيرو. دونك الا بغينا تي كوسينوس 30 غنجيبو هاد بي عندها ناقص ونديوها لهنا غتولي زائد، هي بي. فوالا دونك هنا
وغتسمحوا لي نسيت ما درتش الانيماسيون هنا باش يبقى تبان كل حاجه بوحده، ولكن ماشي مشكل، هذا ديجا اصلا درناه في الدرس. دونك الا بغينا بي، الا بغينا تي غادي نحيدو هاد كوس سينيس 30 نجيبوها تحت من بي، دونك غتولي بي على كوس 30. وبالنسبه للبي فيها جوج، كوس 30 غادي تحسبها على حاسبها، دونك غتخرج لك 2.3 نيوتن. السؤال الموالي ديتيرميني سي. دابا السؤال 4 راه فيه بزاف، فيه ا بي سي. دابا سي انا نحدد تي بار ميثود جيومتريك اون اوتيليزون انيشيل كونفونابل، هذه سهله. اذا هنا ديجا رسمنا خط مضلعي، هذاك اللي رسمنا في السؤال الاول الى عقلته، ماشي في السؤال الاول، في 4-1 في 4 ا. المهم الخط المضلعي اللي رسمنا قبل غنجيبوه هنايا فقط، يعني قال لك جيومتريك، دونك غادي تعبر بالمسطره، غادي تاخد هاد التي هادي وتعبرها بالمسطره، هذاك خط مضلعي اللي لقينا في الاول، غتاخد المسطره ديالك وتعبر، هذه هي التي، دونك غتعبر. انا خرجت لي هنا 4.6، هي هذه 4.5 هنا، وانا 4.6، دونك 4.6 ضربها في 0.5 حيت السلم، وغتخرج لك 2.3 نيوتن. ديدويغ لا لونجمون دي غوسوغ. دابا السؤال 5، اليكيليبر اون سي كو، حنا عارفين بلي تي كتساوي كا فوا دلتا ال، لا لونجمون هي دلتا ال، دونك دلتا ال اللي قالها تي على كا، دونك تي هي 2.3 نيوتن، و كا راه عطاوها لنا في الاول في التمرين هي 40، دونك غتخرج لك هاد القيمة بالمتر، وغادي تحولها للسنتيمتر الا بغيتي، غتضرب في 100، دونك غتخرج لك 5.75. السؤال الاخير ديتيرمين لا لونغور فينال ال دي غوسور اليكيليبر ساشون كو سا لونغور انيسيال اي ال 0 كالا 20 سنتيمتر. هنا ال فينال قال لك شحال باش غيطوال، غادي يطوال هو عرفنا دلتا ال شحال باش طوال، يعني شحال باش طوال، طوال ب 5.75 سنتيمتر، شحال كان فيه في الاول، كانت فيه 20، اذا شحال غيولي فينال، شحال الطول ديالو النهائي، ناخدو هذيك الاول الطول ديالو الاول ونزيدو عليه شحال باش طوال، دونك هي ال زيرو زائد دلتا ال، وكانت فيه في الاول 20 وطوال ب 5.75، دونك هي 25.75 سنتيمتر. تمرين رقم جوج هو ان كابل اف ان يا ان غوسور ار سون فيكسي او بلافون اي اتاشي ان نانو دو ماس نيجليجابل، يعني غادي نمشي ديريكت، نمشي هنايا كاين عندنا واحد الحلقة وغادي تسطرو على هاد ماس نيجليجابل. عرفتو علاش ماس نيجليجابل؟ حيت دابا هاد الحلقة شنو هما القوى اللي شادين فيها؟ شادة فيها هادي وهادي وهادي، شحال هما؟ 3، وإلا زدنا الجاذبية هي 4، حنا في سانكيام كندرسو غير 3 قوى، ما يمكنش ندرسو دابا 4، داكشي علاش خصنا نقولو ماس نيجليجابل، باش تكون الجاذبية ماشي ما كايناش، وإنما ضعيفة، وبالتالي بحال ما كايناش، داكشي علاش خصنا ناخدو هاد الحلقة تكون خفيفة جدا، ونهملو الوزن ديالها. وهاد هنايا هاد الجسم هاد 500 غرام راه ديال هذا ماشي ديال الحلقة. غنمشيو للجواب ديال السؤال الأول، فيغ لانتيغفونيغ دي فورس، غنقولو لو سوليد إيسومي أ وبيان لانو، حيت قال لك هنا الانو، هنا غتكتبو لانو الحلقة إيسومي أ، كاينه القوة تي هي هادي ديال التونسيون ديال هاد الخيط هادي، وغادي تمشي لتحت حيت كتجر لتحت، وكاينه اف واحد سميتها هادي اف واحد ديال هاد الكابل، هذا دايرو هنا واحد الكابل سميوها تونسيون دي كابل، وكاينه اف جوج اللي بغيتي نتا، انا سميت هادي تي، تقدر تسمي هادي تي وتسمي هادي تي واحد، هادي تي جوج، تقدر تسمي هادي تي واحد تي جوج تي ثلاثة اللي بغيتي، المهم هادوك غير السميات، ولكن هادوك السميات خصك تحترمهم في التمرين. دونك اف دو هادي اف دو تونسيون دو دي غوسور ريبريزونتي سي فورس، يعني بلا ما نعاود السؤال هنا، هما اصلا فوار لا فيغور اصلا مثلتهم في الاول. سؤال رقم 3، كالكولي كا لا ريدور دي غوسور، لا كونستانت دو ريدور دي غوسور، زعما غادي نحسبو هاد كا، حنا كنعرفو بلي التوتر ديال الروسور اللي هو هنايا سميتو اف جوج كيساوي كا فوا دلتا ال، حيت التوتر ديال الروسور سميناه هنا اف جوج، دونك غنديرو اف دو كالا كا فوا دلتا ال، وبغينا حنا كا،
هاد لا كونستونت. دونك لا كونستونت كتساوي اف جوج غتجيبو هاد دلتا ال تجيبوها تحت من هادي، دونك غتولي اف جوج على دلتا ال. وبالنسبة لاف جوج فين هي هاد اف جوج؟ مي غنجيبها، دونك خصني ضروري نجيب هاديك اف جوج ما عارفينهاش. فوالا دونك خصني ندير تاني خط المودلاي. الا بغيتي دير خط مودلاي غدا تسمع هاد تي هادي دايرة بحال بي، حيت بي دابا ما عندناش، ولكن كاينة تي بلاصتها بحال لا تي هي اللي نازلة، ولكن شنو هي تي؟ منين غنجيب هاد تي هادي شحال كتساوي؟ ما عنديش قيمة ديالها. تي راه كتساوي بي، بي ديال هاد الجسم، هاد الجسم هذا اللي بالصفر ولا شنو سميتو، هاد الجسم عنده الوزن ديالو، والوزن ديالو هو تي، حيت غيكون هاد الجسم في توازن تحت هادشي القوتين. شكون هما هاد القوتين؟ ديال هاد الخيط وديال الجاذبية. دونك غيكون عندهم نفس الشدة، والشدة ديال الجاذبية ديال الوزن ديال هاد الجسم هي بي، واللي هي ام فوج جي، وراح كتساوي هاد تي. دونك تي كتساوي ام جي. والكتلة ديال الجسم هي هي 500 غرام، كاينة في الأول، دونك هي 0.5 كيلوغرام، ها هي هنا، وغنضربها في 10، دونك هي 5 نيوتن. دونك غادي يمثلو تي، غنديرو فيها 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن، دونك غندير فيها 5 سنتيمتر، ها هي. وبالنسبة غنرسم هاد النقاط المتقطعة هادو اللي تتشوفو هنايا، ها هما رسمتهم. وشحال باش مايلة هاد اف جوج؟ مايلة بالنسبة لهاد النقاط المتقطعة ب30 درجة. دونك انا عبر 30 درجة من هنا، من هاد النقاط المتقطعة حتى لهنا هي 30. علاش؟ لأن هاد الزاوية بيطة باش مايلة، ها هما نقاط متقطعة هما هادو اللي درت بالزرق، وهاد اف جوج راه مايلة ب30 درجة. دونك انا عبر 30 درجة ونرسم واحد المستقيمة، هو رسمته بالزرق هو هذا، صافي مزيان. دابا غنحيد المنقالة، وشنو غندير؟ إلا لاحظتو هاد اف واحد مع اف جوج كيف دايرين؟ راهم متعامدين إلا بانوا لكم في الشكل، إلا ما بانوش غادي نبره لكم. هنايا هاد الزاوية كلها شحال فيها؟ 180، 180 إلا حيدنا منها 30، نحيدو منها 30 غتبقى 150. لا 180 غادي نحيدو، شحال غادي نحيدو؟ هي هاديك، غادي نحيدو 30 غتبقى 150، غادي نحيدو 60 غتبقى 90. دونك هاد الزاوية هادي فيها 90، وبالتالي هاد اف جوج مع اف واحد راه متعامدين. غنجيب هنا واحد التعامد، غندير هاد اف واحد متعامدة مع هادي، متعامدة مع هادي، حيت هادي هي هادي اللي غتكون هنا، دونك متعامدين. دونك غنجيب واحد التعامد ونرسم من هنا. دونك غتشد المسطرة ديالك ودير بحال لصقات العمودي ديال هاد الرأس، غدير لي لصقات العمودي هنا نيشان. علاش؟ لأن هاد اف واحد متعامدة مع اف جوج، واف جوج راه هي اللي غتكون فوق هذا نيشان هكا، او متعامدين هنايا صافي. وغتسد الخط المودلاي، اذا التعامد هو اللي غادي يحدد ليه. اي فوالا. دونك وبغينا دابا بغينا اف جوج، غندير السينوس ديال 30 هاد الزاوية هادي، هادي راه هي 30 درجة، هادي 30 درجة، هادي 30 درجة، ياك هادي 30 درجة، وهادي شحال فيها؟ 60. علاش؟ لأن هادي 30 ونزيدو على 60 هي 90، حيت هاد الزاوية فيها 90. دونك هادي 30، هادي 60، وهادي 90، دونك هادي راها 30، واضح؟ هادي فيها 60، وهادي فيها 30، وهادي فيها 90، 90 درجة، دونك هادي فيها 30، 30 درجة. دونك السينوس ديال 30 يساوي الضلع المقابل، هو هذا الضلع المقابل هو اف جوج، هيا مقسومة على الوتر، الوتر هو هذا هو تي، دونك هو اف جوج على تي. وبالتالي بغينا حنا اف جوج، اف جوج كتساوي تي مضروبة في سينوس 30، و تي هادي في هادي، هادي في هادي. اي فوالا. دونك غنديرو كا، غنرجعو دابا لهاد العلاقة، غنديرو كا تساوي اف جوج على دلتا ال. وشنا هي اف جوج؟ اف جوج هي تي فوا سينوس 30، دونك هي تي فوا سينوس 30 نقسمو على دلتا ال، و تي راه لقينا فيها 5 نيوتن، سينوس 30 هي سينوس 30، ودلتا ال راه هي 5 سنتيمتر، وغنقسمو على 100، دونك غتعطينا 0.05 مترو، دونك غادي تحسب غتخرج لك 50 نيوتن على المتر. كالكولي في واحد لانتونسيتي دو لا فورس اكزيرسي باغ لو كابل، حنا رسمنا خط مودلاي رسمناه قبل، وقال لك هنايا باش نحسبو هذا في واحد، سهلة باش دير في واحد، دير هنا ما قالوش لك واش دير مسطرة ولا دير، بغيتي دير مسطرة تعبر بالمسطرة وتشوف شحال ديال السنتيمتر، وتضرب في السلم، وحيت خدينا سلم كيساوي 1 سنتيمتر كيمثل 1 نيوتن، دونك داكشي اللي لقيتي هنا الا لقيتي 5 سنتيمتر راه فيها 5 نيوتن مثلا.
ولا حنا نخدمو بكوسينيس. كوسينيس ديال هاد الزاوية هادي راه هي 30. شنو هو كوسينيس ديال الزاوية؟ هو الضلع المحادي. شكون هو الضلع المحادي؟ هو اف واحد. اللي حداها هو اف واحد، والوتر هو تي. الوتر كيبقى هو تي. بغينا حنا اف واحد، الا بغينا دي اف واحد غنديرو تي مضروبة في سينيس في كوسينيس 30. تي في كوسينيس 30، والتي راه 5 نيوتن، كوس 30 راه كوس 30 كيبقى كوس 30. دوك خرجت لي 4.3. حاولوا تعبروا هنا من هنا لهنا. ملي كدير التمرين في الدفتر ديالك تعبر من هنا لهنا غتلقى 4.3 سنتيمتر. اكزيرسيس رقم 3. اكزيرسيس 3 فهو يعني تقريبا هذا سهل. يعني كاين عندنا واحد الجسم معلق، واحد الجسم ومعلق ومتكي على الحيط، هذا هو البلان. والسؤال الاول قال لك فيغ لانتيغونيغ دي فورس، والكتله ديال الجسم. خذوا هذه المعطيات، فيغ لانتيغونيغ دي فورس سهله. دونك هنا كنديرو لو سوليد يسمي ا، كاينه القوه ديال الخيط، ها هي كاينه هذه شاده من النقطه بي. راه غير درت عليها هذا الصفر هذا باش يبان لكم بلي كيتلاقاو. دونك كاينه القوه تي شاده من سميتو من النقطه بي وماشيه مع الخيط، ها هي راه كتبان واحد السهم من التحت. وكاينه بي لو بوا هي هادي، وكاين من طبيعه الحال ار هي هادي لا رياكسيون ديال لو ميغ. لو ميغ هو الحيط، دونك الحيط كيدفع هاد الكره حيت كون ما هو غادي تزيد لهاد الجهه. دونك هي هادي ار. وحيت قالوا لنا في التمرين سون فروتمون يعني ما كاينينش احتكاكات، داكشي علاش درنا هاد ار هادي عموديه. صافي واضح ولا شفتو؟ يعني كاين توازن بما انهم كيتلاقاو في نقطه واحده، راه كاين توازن. كيل غولاسيون اكزيستون تخ سي فورس، يعني ملي يكون عندنا توازن راه الا جمعنا هاد القوى كيعطيونا صفر، حيت متجه منعدم. مع هادشي اللي مطلوب في السؤال شنو هي العلاقه بيناتهم. ساشون كو لو فيل ا بي ا ان لونغور ا بي كالا 20 سنتيمتر، قال لك راه هاد الخيط هذا، هاد الخيط من ا حتى لبي طول ديالو، يعني الخيط اللي كان اللي شاد هاد الكره، هاد الشيء اللي صفر، هاد النقط المتقطعه الصفرين راه غير زدتهم غير باش نبين بلي هادو كيتلاقاو. هاد الخيط الصفر هذا راه ما كاينش، كاين غير الخيط هو هذا، غتشوفوه في التمرين غيبان لكم. وهذا يعني راه ما كاينش، كاينش الخيط هذاك الخيط الصفر، كاين غير هاد الخيط هذا، هذاك الصفر راه غير درتو باش نبين لكم بلي كيتلاقاو. دونك هنا شنو طلبوا منا؟ قال لك راه الطول ديال هاد الخيط فيه 20 سنتيمتر، وطلب منا باش نجبدو لا فالور ديال الفا، ديال هاد الزاوية الفا. فوالا دونك حنا ساهله باش نديرو، ناخدو واحد المثلث، مثلث ا او ام، ا او ام هذا مثلث. الا بغينا نديرو سينوس، سينوس ديال هاد الزاويه يساوي الضلع المقابل. شكون هو الضلع المقابل؟ هو هذا، هو ام او. على الوتر، الوتر هو ا حتى الاو، هذا هو الوتر، هذا ا او. وبالنسبه للام او، ام او هاد المسافه من ام حتى الاو راه هي الشعاع ديال هاد الكره اللي هو اخ. وبالنسبه لهنا ا او غنديرو هي ا بي زائد بي او، و ا بي راه كاين عندنا، ها هي نحطوها، و بي حتى الاو من هاد بي حتى لهاد او راه هي اخ. دونك هي ا بي زائد اخ. فوالا دونك غنديرو هنا اغ راه عطاوها لنا هي 10، وهادي عطاوها هي 20، هادي اغ فيها 10، وبالنسبه لابي راه فيها 20، ها هي ابي فيها 20. دونك هنا غدير 20 زائد 10 هي 30. دونك هي 0.3، ماشي 0.3 لا، هنا 0.333 هي غتكتبو نتوما شنو غتكتبو، غتكتبو 1 على 3، خليوها اختزلو بالصفر وكتبو 1 على 3. حيت الا درتي 0.3 راه بحال لا فاصله محدوده، راه ما محدوداش 0.333 الى اخره. باش نجبدو دابا، باش نجبدو الفا، لقينا السينوس ديال الفا كيساوي 1/3. ما ديروش 0.3، ديرو 1/3، حيت الا درتي، حيت 1/3 راه الا درتيها في الحسبه ما محدوداش. دونك السينوس ديال الفا لقينا فيه 1/3، ولا بغينا الفا كنديرو الشيفت، كنكليكيو على الشيفت وكنكليكيو على السينوس، وكيتفتح لينا القوس اوتوماتيك، وكنديرو 1/3. 1/3 هي 1/3، وغدير تساوي غتخرج لك 19.47 درجة. دونك الفا راه فيها 19.47 درجة.
Sachant que le fil AB a une longueur, le mot imradi d'abord seul par utilisation de la méthode graphique, calcule l'intensité de la force de la tension du fil. La méthode graphique. La méthode graphique, on a ce mot modelé. Modelé, il y a une 14 newton. من جبنا الكتلة ديال الكرة هي 1.4 وضربناها في 10 في الجي، الجي راه ما كايناش، إلا ما كايناش كناخدو 10، 1.4 في الجي هي 14 نيوتن. غناخد واحد السلم، السلم اللي غناخد شنو هو؟ غادي ناخد معرفتش شحال الحديد هنا كاع ما درتو، واخا نشوفو غير هنا. إذا خدينا، لا راه عطاولنا السلم، عطاولنا 1 سنتيمتر كاين ب3.5، دونك 14 نيوتن غتقسمها على 3.5 غتخرج لك هي 4، دونك غدير بي في 4 سنتيمتر. وهنا غدير غترسم واحد النقط متقطعة زعما باش ترسم اخ، وغتعبر هنا هاد الزاوية لقيناها في اللول شحال لقينا فيها 19.47، ها هي هادي 20، ها هي 20 و 19.47، المهم قريبة لعشرين، 19 تقريبا، هي 20 تقريبا. غترسم هاديك الزاوية وصافي، هادي هي تي، وهادشي اللي بقى هو اخ، هو الخط المضلع رسمناه. وقال لك هنا جبد لينا لا تونسيون تي، لا تونسيون تي تو سامبلومون غتستعمل مسطرة. هادي هي اخ، هادي اخ، حيت قال لك جبد ليا اخ وجبد لي تي بجوج، دونك الا بغيتي اخ غتعبر هادي بالمسطرة. هادي بالمسطرة شحال خرجات فيها واحد ونص، وغتضربو في السلم 3.5، دونك هي 5.25. ولا بغيتي تي غتعبرها بالمسطرة، خرجت لي تقريبا هي 4.4، 4.4 سنتيمتر، وغتضربها في 3.5 هي 15.4 نيوتن. تمرين ما قبل الأخير وهذا، حاولوا تقراوه. غابلي لا كونديسيون ديكيليبر دان سوليد سوميا تخوا فورس. كونديسيون ديكيليبر هي هادي، غادي تعقلوا على هذا تبقاو تحطوه. السؤال الثاني شنو هو؟ فير لانتيرفونير دي فورس لو سوليد دي سومي ا تونسيون دي روسور، كاينه القوه ديال الروسور ونمثلوها هي هذه، وكاينه القوه ديال هذا المستوى المائل هي هذه، ها هي من مثلتها هي هذه ار، وكاين لو بوا سون بوا بي، بي ديما كيكون من مركز الثقل، دونك هادشي ساهل. اكريغ لا كونديسيون دي فيكتوريال ديكيليبر، لا كونديسيون فيكتوريال عندنا ثلاثة د القوى هي تي مع بي مع ار، دونك الا كان التوازن راه مجموع المتجه ديالهم كيعطينا متجه منعدمة. السؤال الموالي قال لك ديتيرميني لي زيكسبرسيون دي كوردوني دو سي فورس دون لو روبير اورتونورمي، دونك غنحطو الشكل هو هذا وغادي نديرو لا بروجيكسيون على او اكس. لاحظوا معايا ها هو او ها اكس، الا درت لا بروجيكسيون على او اكس غادي ناخد ها هي بي، بي هي هادي، هادي هي المتجه بي، تتمشي الراس ديال المتجه ودير الاسقاط هاكا الاسقاط، دونك ملي غدير الاسقاط غتلقى هاد المسافة، هاد المسافة هادي هي الاسقاط على او اكس حيت ها هو او اكس، فوالا. دونك شنو كتمثل هاد المسافة بالنسبة لهاد الزاوية؟ هاد الزاوية هادي، هادي الفا، راه هي هادي دائما كتكون هي هاد الفا، راه هي هادي. دونك شنو كتمثل ليها هاد الزاوية؟ كتمثل ليها الضلع شنو كيمثل ليها هاد الضلع هذا، هاد الصفر هذا حيت هو الاسقاط ديال بي، كيمثل ليها المقابل. الا كان المقابل شنو كنديرو؟ كنديرو هو الوتر مضروبة في سينوس، صافي مزيان. دونك بي اكس هذا هو الاسقاط، هاد الاسقاط ديال بي على اكس سميناه بي اكس، دونك غيولي هو الوتر شنو فيه؟ هو بي، فيه بي، و بي هي ام جي، ها هي ام جي، وغنضربوها في سينوس. ولكن درنا واحد الناقص، علاش؟ لان ها هي او اكس غادي اليمين، ولكن فاش درنا الاسقاط لقيناها في اليسار. وبالنسبه بالنسبه للتي، الا درنا الاسقاط غنديروا لها الاسقاط نيشان هنا، وغادي نلقاو هذه المسافه هذه هي الاسقاط ديالها. وشنو كتمثل هذه الزاويه؟ واش المحادي ولا المقابل؟ طبيعه الحال الضلع اللي حداها، واذا كان الضلع اللي حداها كنضربوا الوتر في كوسينيس، الا كان الضلع اللي حدا الزاويه راه الوتر في كوسينيس. الوتر شكون هو؟ الوتر هو تي، او في كوسينيس بيتا، وهذا هو تي اكس، تي اكس كيعني كي الاسقاط ديال تي في المحور اكس.
وبالنسبة ل R إلا درنا الإسقاط على X نتاعها مدين دونك زيرو. وغنديرو دابا لا بروجيكسيون سيغ أو إيكغاك، نديرو لا بروجيكسيون سيغ أو إيكغاك. دابا غنسقطو على هذا، إلا بغينا نسقطو بي على أو إيكغاك تنمشيو للراس ديال بي وكنسقطو هنا يعني نيشان، وكنحصلو على هاد المسافة هادي هي اللي سميتها بي إيكغاك. هاد المسافة هي الإسقاط ديال بي على إيكغاك، وهاد الزاوية هي ألفا وهادي راه هي ألفا. دوك شنو كتمثل هاد الضلع الصفر؟ شنو كيمثل هاد الزاوية؟ الضلع اللي حداها. ولا كان الضلع اللي حداها شنو كنديرو؟ كنديرو الوتر مضروبة في كوسينيس. شكون هو الوتر؟ الوتر هو بي اللي هو ام جي، هو ام جي مضروبة في كوسينيس ديال ديك الزاوية ألفا. ودرنا ناقص علاش؟ لأن او ايكغاك ديال الفوق، ولكن الإسقاط لقيناه لتحت، دوك داكشي علاش درنا ناقص. وبالنسبة للتي غتمشي الراس ديال تي ها هو، ودير الاسقاط على ايكغاك، هذا هو ايكغاك. دونك ملي كدير الاسقاط هاد الزاوية هادي اللي كاينة هنا راه هي بيطا، هي هادي، وهذا هو الاسقاط. هاد الضلع الصفر هو هذا، وهذا هو الاسقاط. وشنو كيمثل هاد الزاوية بيطا؟ كيمثل ليها الضلع اللي انفاس معاها، دونك الضلع المقابل. ولا كان الضلع المقابل كنضربو الوتر في السينوس، الوتر هو تي وسينيس ديال بيتا، هو تي في سينيس بيتا، وهاد تي إيكغاك كتعني الإسقاط ديال تي على المحور إيكغاك. وبالنسبة ل إر إلا درنا الإسقاط على إيكغاك راه هي أصلا لاصقة مع إيكغاك، دونك إر إيكغاك زعما الإسقاط ديال إر على إيكغاك راه هو إر نيت. دابا غنوريكم منين جات هاد الزاوية، هاد الزاوية كتساوي هادي. أنا غناخد الشكل دابا، هاد الشي هذا، هاد اللعيبة الصفراء هي هادي، هاد بي هادي هي هادي، هاد الإسقاط هذا هو هذا، هاد النقط المتقطعة هذا اللي بلا تحل هو هذا، صافي واضح. وهاد المستوى المائل هو هذا. لاحظوا معايا دابا، بحال خديت غير الشكل ما خديتش الجسم، خديت غير الشكل وحطيته هنا. هاد الزاوية شحال فيها؟ فيها 30، صافي واضح، فيها 30. وهاد المثلث A B C راه قائم الزاوية في هاد النقطة B، إلا كانت هادي 30، وهادي شحال فيها؟ 90، حيت قائم الزاوية 90 زيدها على 30 هي شحال؟ غتعطيك 100 و 120، 120 فوالا. دونك باش نكملو 180، حيت الزوايا ديال المثلث فيهم 180، باش نكملو 180 شحال غتكون هادي؟ تكون فيها 60، حيت لقينا هادي 90 وهادي 30 هي 120، دونك خاصنا 60 باش نوصلو 180، دونك هادي فيها 60، صافي مزيان. اذا هاد الزاوية عقلو عليها فيها 60. وغناخدو عاوتاني هاد المثلث، هاد المثلث الصغير، صافي هادي ياك عقلتو على هادي دابا شحال فيها؟ هادي فيها 60. وغناخدو هاد المثلث الصغير تا هو راه قائم الزاوية هنا، لا علاش؟ لأن هادي إسقاط، دونك هنا قائم الزاوية. إذا هاد المثلث الصغير اللي هو سي بي، وهاد النقطة هادي ما سميتهاش، دونك هنا شحال كاين؟ 90، 90 درجة. وهنا شحال لقينا في هادي؟ لقينا فيها 60، 60 زائد 90 هي 150، وهادي خص تكون 30، و30 راه هي هادي. دونك حنا برهنا على أن دوك الزاويات كيتساووا. السؤال الموالي، اكسبريمي لا لونجمون ديل تايل دي غوسور اون فونكسيون دو ام جي الفا كاب بيتا كالكولي ديل تايل. اذا عندنا بي كتس بي مجموع ديال القوى كيساوي متجه منعدمه. الا درنا لا بروجيكسيون على او اكس غنديرو هادي، غنسميوها بي اكس، وهادي ار اكس، وهادي تي اكس. اسقاط زعما هاد تي اكس زعما راه درنا الاسقاط ديال تي على اكس. وبالنسبه للبي اكس راه لقيناها في السؤال اللي قبل، لقينا فيها موان ام جي سينيس الفا. وبالنسبه للار اكس راه لقينا فيها صفر، وبالنسبه للتي اكس لقينا فيها تي كوسينوس بيتا، هادو لقيناهم في السؤال اللي قبل كيساوي زيرو. حنا بغينا هاد بغينا دلتا ال، دونك غنحيدو هاد تي ونديرو بلاصتها كا فوا دلتا ال. فقط حيدت هاد تي ودرت بلاصتها كا فوا دلتا ال، وهنا كا فوا دلتا ال، دونك غناخدو هاد ام جي سينيس الفا نديوها لليمين، غتولي هي حيت عندها ناقص غتولي زايد، هي ام جي سيني صرف. انا بغيت دلتا ال، دونك دلتا ال غنجيب هاد كا مع كوسينيس بيتا نجيبهم تحت من هادو، ها هي كا فوق كوسينيس بيتا. وبالنسبه لام فوا جي راه غدير هادي ام ضربها في جي، هاد ام غتقسمها على الف، دونك هي 0.16، جوج الا ضربتيها في 10 هي جوج، ها هي. وسينيس الفا هي سينيس 30، وكاره كاينه في التمرين في الاول هي 40، كوسينوس بيتا بيتا راه فيها 20، بيتا راه فيها 20.
دونك غدير الحساب غتخرج لك 0.026 متر، دونك هي 2.6 متر في سنتيمتر. بقى لنا اخر تمرين هو هذا اليد دان دينامومتر اون اكزيرسين فورس هوريزونتال. اذا هنايا غادي تحاولوا تقراو التمرين باش نسرعوا شويه. فيغ لو بيلون دي فورس اكزيرسي سور لو كور سي. اذا هاد الجسم واحد الفكره هي انكم تاخذوه هنا بلي راه كاينين احتكاكات، ساشون كو لو كونتاكت اونتر لو كور سي اي لو بلون اوريزونتال سو في افيك فروتمون، يعني كاينين احتكاكات. وغادي ندوز دابا الاكزيرسيس الاخراني هو هذا. هذا فيه لو فروتمون، دونك واحد مستوى مائل، وفيه اللي عفوا واحد مستوى افقي، وفيه دي فروتمون. فوالا دونك حاولوا تقراو التمرين. اذا اللي كيهمنا هنا لو كونتاكت افيك لو كور اي لو بلون هوريزونتال سو في افيك فروتمون. غادي نمشيو للاجوبه. دونك هنا السؤال الاول، فيغ لو بيلون دي فورس اكزيرسي سور لو سوليد لو كور سي اي سومي ا، كاينه لا رياكسيون، كاينه هاد اف هادي القوه ديال هاد النابض، وكاين لو بوا ديالو، وكاينه ديال هاد البلون فوقاش ماشي هاد البلون هوريزونتال. ولكن المشكل هو ان كاينين احتكاكات. الا كاينين احتكاكات كنديرو هاد لا رياكسيون دي بلون كنديروها بهاد الطريقه. كنمشيو منحى الحركه غادي اليمين، وكنمشيو لهاد النقطه ديال التقاطع مع يعني البلاصه اللي دايز منها بي، ونقطه التقاطع مع هاد المستوى. دونك هادي نيشان بحال غنديرو الاسقاط للجي مركز الثقل، وكنلقى واحد النقطه هنا، وكنرسم واحد المتجهه ماشيه عكس منحى الحركه. الا كان الجسم غادي هكا كنتلال لهنا، الا كان غادي هكا، الا كان غادي لليسار كتمثل هي اليمين، كان غادي اليمين كتمثل اليسار. دونك هو غادي اليمين غادي يمثلها لليسار هكا لاصقه مع هاد الخط هذا، وكنسموها اخ تي، سميتها لا كومبوزون تونجونسيال. وكنرسمو وحده عموديه نيشان تتسمى لا كومبوزون نورمال. دابا عاد كنجيو نرسمو اغ هكا، كنرسمو اغ بحيث ان بحال الا بغينا نديرو متوازي مستطيل متوازي الاضلاع هكا. دونك هادي هي اغ. السؤال الثاني، ساشون كو لو كونتاكت اونتر لو كور اي لو سوليد سو في افيك المهم سو في افيك فروتمون، تراسي لا لين بوليغونال دي فورس اكزيرسي سور لو سوليد. بالنسبه للسلم غناخد 1 سنتيمتر كيمثل 1 نيوتن، وبالنسبه للبيرا فيها 4 نيوتن. منين جبناها؟ درنا ام فوا جي. بالنسبه لام في هي 400 غنقسموها على 1000، هي 0.4 غنضربوها في 10 هي 4 نيوتن. غناخد المسطره غندير 4 سنتيمتر نيشان حيت بي هابطه. وشنو غندير؟ هاد اف هادي راه متعامده مع بي، ولكن متعامده غنمشي الراس ديال بي ونرسم اف. شحال فيها؟ فيها 2 نيوتن، ودرت كل 1 سنتيمتر كيمثل 1 نيوتن، اذا غندير فيها 2 سنتيمتر مزيان. والكماله ديالها غندير اغ، الكماله داكشي اللي بقى باش نسدو الخط المضلعي غنديرو اغ مباشره. هذا هو لا لين بوليغونال ديتيرمين لانتونسيتي دو اغ. دابا قال لك جبد لينا الشده ديال هاد القوه اغ. غندير مسطره غنعبر هنا فيها 4 سنتيمتر ونص، 4.5، وكل سنتيم فيه 1 نيوتن، اذا غتعطينا 4.5 نيوتن حيت كل سنتيم فيه 1 نيوتن، ولقينا فيها 4.5 سنتيمتر، دونك هي 4.5 نيوتن. كالكولي باغ اوتيليزاسيون دو لا ميثود اناليتيك ديتيرميني لانتونسيتي دو ار ان ار تي. اناليتيك الاسقاطات، عندنا حنا هاد التعبير هذا، مجموعة ديال القوى كيساوي متجهة منعدمة لأن كاين في التوازن. وهنا شنو غنديرو؟ غادي نعوضو بعدا هادي. لاحظوا معايا، غادي نحيد هاد ار، شنو غندير بلاصتها؟ هي اغ ان زائد اغ تي. علاش؟ لان هاد اغ هادي كتساوي هادي زائد هادي، دونك غنحيد هاد اغ هادي وندير بلاصتها اغ ان زائد اغ تي. وغندير لا بروجيكسيون سيغ او اكس. اجيو معايا دابا باش نشوفو هذا ها او ها اكس. الا بغيت ندير الاسقاط ديال بي نيشان، بي كيف دايره؟ عموديه لا او اكس، الا كانت عموديه راه صفر. غندير الاسقاط ديال اف، فين هي اف؟ اف متوازيه مع او اكس، ولا كانوا متوازيين وعندهم نفس المنحه فقط كنحيدو ليها متجهه ونحطوها نيشان. وهاد اغ ان كيف دايره؟ ها هي اغ ان، ها هو اكس متعامدين، دونك صفر ما غنديرهاش. ولكن اغ تي فين هي؟ اغ تي ها هي اغ تي،
لاصقة مع إكس ولكن عندهم منحنيين متعاكسان. دونك غندي نحيد ليهم التجاوب وندير ناقص صافي، هنا كيبقى صفر. أنا بغيت إخ تي، دابا عندي إف ناقص إخ تي كتساوي صفر، يعني إف راه كتساوي إخ تي، يعني إف إخ تي كتساوي إف، و إف راه هي جوج نيوتن. حنا جبدنا هادي الشدة ديال هادي، بقات لينا الشدة ديال الأخرى. غندير لا بروجيكسيون سيغ أو إيكغيك، إلا درنا الإسقاط ديال هاد العلاقة هادي كلها على أو إيكغيك، لاحظوا معايا غنمشيو لبي. بي هاد بي هادي كيف دايرة مع او ايكغيك؟ متوازيين، ولكن او ايكغيك الفوق و بي لتحت. دونك غنحيد ليها المتجه هادي، غنحيد ليها المتجه ولكن غندير ناقص. غنمشي لاف، اف كيف دايرة مع هاهي اف؟ او او ايكغيك كيف دايرين؟ متعامدين، حيت الا درتي الاسقاط غتلقاها متعامدين، دونك صفر. غنمشي لار ان، ار ان كيف دايرة مع او ايكغيك؟ او ايكغيك الفوق و ار ان الفوق، اذا بحال بحال نفس المنحة، كنحيد لها غير متجهة ونحطها ها هي ار ان. وبالنسبة لار تي، ار تي هي هادي كيف دايرة مع ايكغيك؟ متعامدين، دونك صفر ما غنديرهاش. دونك غتبقى لنا ناقص بي زائد صفر زائد ار ان كيساوي زيرو. دونك بي راه كتساوي ار ان، الا كانت ناقص بي زائد ار ان كيساوي زيرو، دونك بي راه كتساوي ار ان. دونك ار ان كتساوي بي، و بي راه هي 4 نيوتن، احنا جبناهم بكل بساطة. بقى لنا اخر سؤال، ديدويغ لا فالور دو لونجل دو فروتمون. لونجل دو فروتمون هي الزاوية اللي كتكون بين ار ان و ار، و كنخدمو دائما بطونجونت، تنديرو طونجونت ديال هاد الزاوية كتساوي لنا ار تي على ار ان. وبالنسبة لار تي راه فيها جوج و ار ان راه فيها اربعة، و الا درتي ار تي جوج على اربعة تعطيك 0.5. دابا جبنا الطونجونت ديالها، ولكن هما قالو لي في القيمة ديال في ديال هاد الزاوية في. الا بغينا هاد القضيه شنو كنديرو؟ غنمشيو للشيفت ونكليكيو على طونجونت، والقوس اصلا غادي تفتح القوس راسو، ودير 0.5 هاد النتيجه هادي، وتسد القوس ودير تساوي، وغتخرج لك هاد القيمه 26.56 راديا. وهذا المكان، وما تنساوش هاد المجهود راه فيه التعب. حاولوا تبارطاجيو الفيديو باش تشجعونا المشروع الجديد، وفقكم الله. ما تنساوش لكن انتم محتاجين شي حاجه، شي درس ولا شي حاجه، خليوا لي في الكومونتير، وبالتوفيق لكم.